السلام عليكم ورحمة الله. الآن غادي نشوفوا الدرس ديالنا اللي غادي يكون حول صورة أو إيماج والتحكم في الأبعاد ديالها. غادي نجيو الانسيرسيون ريفيرونس ديماج، فوالا ناخذ باغ اكزومبل ديال ليماج ديالنا لي شي غادي يكون ان فوالا فوالا، هذا هو لي شي ديالنا. فوالا نفترض الصورة بغينا نحطوها في هاد ريكتونجل هذا، دونك يجي تديبلاسي فوالا فوالا، نديرها في هاد الفورمة هادي. ما يمكنش تعطيني لحقاش، كل ما كنزيد فليشي كل ما كيتزاد في الطول ديالها او في العرض ديالها. دونك كيفاش نصاوبو هاد المسألة هادي؟ غادي نجي لانسيرسيون كريي ان بلوك نسميه باغ اكزومبل زد، شوازي ان بوان فوالا، هذا هو الريفرنس ديالنا سوا لوجي فوالا. إذا كانت هاد ما دخلاش هاد اونيفيرمومون نكوشي كنديكوشيوها، اوتوريزي لا ديكومبوزيسيون تاهي كنديكوشيوها، دونك كنسالي الموديفيكاسيون ديالنا اوكي. غادي نجي بوطون دروا بروبريتي، غادي نجي الاكس. اذا كنت عارف هنايا باغ اكزومبل هنايا شحال عندي في لا ديستونس، كنتحكم في الابعاد ديالها 49. دونك غادي نجي باغ اكزومبل عندي في الاي 49، هي كبيرة بزاف 3 دو فوالا 90 59، حيت ليماج عندي ماشي اليشيل. الى شوف علاش كيدير لي بحال هكا، لحقاش هنايا الى جيت 45.72، دونك ما عمرو ما غادي يعطي. فوالا غادي نسيليكسيوني لوجيك، نتحكم في الأبعاد ديالو 40، فوالا هنايا دونك كما لاحظتوا معايا، هذه هي الطريقه باش نتحكم في الابعاد ديال ليماج ديال. كنتمنى الشرح ديالي ينال الاعجاب ديالكم، و ميرسي بور فوتر اتونسيون.